يتقدم علماء المؤتمر بالشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى على دوره الهام في دعم القضية الفلسطينية والوقوف بكل صرامة وشجاعة أمام مخطط تصفية القضية بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه. ومن هذا المقام يتوجه العلماء بالشكر لسيادته على بيانه الواضح الجلي في هذا الشأن. خامسا، يهيب المؤتمر والمجتمع الدولي أن يتضامن معنا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المنكوبة والمتضررة في فلسطين من جراء هذا العدوان الغاشم.